السلام عليكم وأهلا بكم في الدرس السابع من كتاب سلسلة إسطنبول لتعلم اللغة التركية A2. نبدأ معكم اليوم في الوحدة الثالثة والتي عنوانها نيلرولاجاك. ما الأشياء التي ستحصل؟ جيلجيك بلانلر، الخطط المستقبلية. لنقرأ أولا الكلمات هنا. يابا جاكسون، سوف تفعل. بلوشا جام، سأقابل. أولاجاك مسن، أولاجاك مسن، هل ستكون؟ جيلميجيك مسن، جيلميجيك مسن، ألن تأتي؟ هل سوف لن تأتي؟ هكذا. بعض الجمل في أمثلة. يارن نيابا جاكسون، غدا ماذا ستفعل؟ أركض شملة بلوشة جام، سأتقابل مع صديقي. جلجيك يول، السنة القادمة. تاتيلة نيري جدي جيكسن، إلى أين ستذهب في العطلة؟ إلى العطلة. كابادوكيا يا جدي جيم، سأذهب إلى كابادوكيا. بيش يول سونرا أميكلي أولا جاكمسن، بعد 5 سنوات هل ستصبح متقاعدا؟ أميكلي متقاعد. أذت أميكلي أولاجام، نعم سأكون أو سأصبح متقاعد. نص الأوكوما أولوما مكتوب، مكتوب إلى ابني. سيفجي لولوم، ابني الحبيب. بن سنين بابا أولاجام، أنا سوف أكون والدك. شوان الآن، شو آن، آن تعني آن، وعندما تأتي شوان تعني الآن. آنن كيم أولاجاك بيلميورم، من ستكون أمك؟ لا أعرف. فقط ولكن أنني çok seveceğim bunu bil، سأحب أمك كثيرا، اعرف هذا. oğlum بني أو ابني. adın Gabriel olacak، اسمك سيكون Gabriel. şimdiden adına alış، من الآن، şimdiden من الآن، adına alış، alışmak فعل التعود، أي اعتد على اسمك من الآن. çünkü ölene kadar herkes seni bu adla çağıracak، لأن الجميع سيناديك بهذا الاسم لحد الموت. ancak ailen، dostların، yakın arkadaşların seni Gabi diye de çağırabilir، إلا عائلتك والأصدقاء المقربين من الممكن أن ينادوك Gabi. oğlum ابني، babaannen Brezilyalı olacak، جدتك. babaanne هنا أم الأب، أما anneanne هي أم الأم. جدتك أم أبيك ستكون برازيلية. ve onunla konuşmak için، ومن أجل التحدث معها، onunla معها، portekizce öğreneceksin، سوف تتعلم البرتغالية. sana bol bol kitap okuyacağım، سأقرأ لك الكثير الكثير من الكتب. hikayeler anlatacağım، سأشرح القصص أو الحكاية. beraber eğleneceğiz، سنمرح معا، beraber معا، وفعل إعلان ماك المرح أو التسلية. sen de benim çocukluğumdaki kitapları okuyacaksın، وأنت أيضا ستقرأ كتب طفولتي، ستقرأ كتب طفولتي، التي في طفولتي. yazları tatile çıkacağız، في أشهر الصيف سنذهب إلى الرحلة، فعل çıkmak الخروج.
Tatilimizi ailemizle geçireceğiz. سنقضي عطلتنا مع عائلتنا. Sen kuzenlerinle denizde çok eğleneceksin. ستمرح كثيرا مع أبناء عمك في البحر. كوزان ابن عم أو ابن خالة أو ابن خال أو ابن عم. Ben de sizinle eğleneceğim. وأنا أيضا سأمرح أو سأتسلى معكم. Akşamları hep beraber yemek yiyeceğiz. في الأمسيات دائما سنأكل الطعام معا. وسن وأنت مطلقا طبعندكي يميني بتردكتن سونرا مطلقا أي بالتأكيد طبعندكي يميني بتردكتن سونرا أي بعد أن تنهي الطعام الذي في طبقك أركضشلرن لا دشاردا أويني جاكسن ستلعب مع أصدقائك في الخارج ددن لبول بول زمان جيتشيري جاكسن ستقضي الكثير من الوقت مع جدك دادا جد بندن واندان ailemizin değerlerini insanlığın kıymetini öğreneceksin مني ومنه ستتعلم قيمة الإنسانية وقيم العائلة her zaman annene babana ve büyüklerine karşı saygılı olacaksın her zaman دائما لأمك وأبيك والأكبر منك ستكون محترما معهم ve sözümü dinleyeceksin sözümü dinleyeceksin أي ستسمع كلامي bana hiç yalan söylemeyeceksin yalan söylemek هو الكذب bana hiç yalan söylemeyeceksin. Len tekzibe aleyye ebeden. Dürüst bir insan olacaksın. Setekunu insanen sarihan. Bu hayatta hayallerini gerçekleştirmek için kararlı ve çalışkan olacaksın. Bu hayatta hayallerini gerçekleştirmek için ey min ecl tahkik ahlamek fi hadihi el hayâ kararlı ve çalışkan olacaksın. Setekunu neşitan ve zu karar. Senden çok şey bekliyorum Gabi. Entaziru minke el kethire minel eşya Gabi. Şunu asla unutma. La tense hâze ebeden. Ben seni seviyorum. Ene uhibbuk. Ve her zaman yanında olacağım. ودائما سأكون بجانبك. Çünkü ben senin süper babanım. لأني أنا أبوك الرائع. Aşağıdaki cümleler doğru ise de yanlış ise ي yazalım. الجمل أدناها إن كانت صحيحة فلنكتب de والتي تعني doğru صحيح yanlış ise وإذا خاطئة ي yazalım. لنكتب ي والتي هي تأتي من يانلش خاطئ غابرييلين بابا سو فرانسيز أب غابرييل فرنسي خاطئ الأب ليس فرنسيا نكتب ي يانلش غابرييل ديدسي إلى çok güzel vakit geçirecek غابرييل مع جده سيقضي الوقت جميلا كثيرا ده doğru Gabriel'in babası çok eğlenceli bir çocukluk geçirecek أب Gabriel سيقضي طفولة رائعة أو مسلية خاطئ يا Gabriel هو من سيقضي الطفولة وليس أبيه جوز رافائيل وأولو boş zamanlarında balık tutacaklar. Lem yered hada fin nas ve nektub ye yanlış. Gabriel uslu bir çocuk olacak. Gabriel seyekunu tıflen uslu ey hadi ve yesma'l kelam ve
تلك الصفات. ده دور. نتعرف على القاعدة معكم، قاعدة جيليجيك زمان فعل المستقبل. لدينا حالتان، إما أن نضيف فعل زائد أجاك زائد الإضافة الشخصية، أو أن نضيف فعل زائد أجيك زائد الإضافة الشخصية. طبعا هذا في حالة المثبت. لدينا فعل جيلمك كمثال، نزيل مك وننظر إلى الحرف الصوتي الأخير أ، لذلك تأخذ أجيك والإضافة الشخصية. لنأخذ مثالا آخر وهو فعل فيرمك الإعطاء، ننظر إلى الحرف الصوتي الأخير هو أ. في حالة بان نضع فير زائد أجيك زائد إيم الإضافة الشخصية، ولكن في حالة بان وفي حالة بيز نقلب الكاء إلى يمشكة لوقوعها بين إضافة تبدأ بحرف صوتي ويسبقها حرف صوتي لتصبح فيرجيم. طبعا قواعديا فيرجيم هي الصحيحة، ولكن في الشارع فيرجيم باختصار فيرجيم جيلجيم وهكذا. فيرجيكسن فيرجيك فيرجيز أو فيرجيز فيرجيكسنز و فيرجيك أو فيرجيكلر. مثال على الحالة الثانية منها فعل أوتورماك الجلوس، أوتوراجاوم أوتوراجاكسن أوتوراجاك أوتوراجاز أوتوراجاكسنز أوتوراجاكلر، إما أجاك أو إجيك على حسب الوزن. في حالة المنفي إما نضيف مايجيك أو مايجاك والإضافة الشخصية، نفس الأفعال كمثال لتصبح فير مايجيم وتصبح أيضا باختصار فير مايجيم، فير مايجيكسن فير مايجيك فير مايجيز فير مايجيكسنز فير مايجيكلر. وفي حالة أوتورماك نضع أوتورمايجام أو أوتورميجام أوتورمايجاكسن أوتورمايجاك أوتورمايجاز أوتورمايجاكسنز وأوتورمايجاكلر. في حالة السؤال المثبت نضع بعد أجاك وأجيك نضع ميم أو ميم لضمير بان، ميسن أو مسن، مي أو م، ميز أو ميز، ميسنز أو مسنز، لار مي أو لار م حسب النهاية الصوتية، حسب الحرف الصوتي الأخير في الكلمة التي تسبقه. إن كان في أجاك نضيف ميم مسن، وإن كان أجاك نضيف ميم مسن. وفي حالة السؤال المنفي نفس الطريقة، إما ميم أو ميم على حسب الإضافة أجاك أو أجيك. بعض الأمثلة هنا جيليجيكيل، جيليجيكيل تعني السنة القادمة، إيفالاجام سأشتري منزلا، علي جيليجيك هافتا علي الأسبوع القادم، إزميرا جيديجيك سيذهب إلى إزمير فعل جيتماك، طبعا قلبت التاء د لوقوعها أيضا بين حرف صوتي وإضافة تبدأ بحرف صوتي لتصبح جيدجيك، بويزدان لهذا، أوكولا جيلميجيك لن يأتي إلى المدرسة، سانيارن أنت غدا، أوكولدان سونرا بعد المدرسة أو من بعد المدرسة، بزملة سينمايا جيلجيك مسن هل ستأتي معنا إلى السينما، سيز بو كتاب أكومياجاك مسنز أنتم ألن تقرأوا هذا الكتاب،
Aşağıdaki cümleleri gelecek zaman ile tamamlayalım. لنكمل الجمل أدناه بالزمن المستقبل. Gelecek yaz tatilinde في عطلة الصيف المقبلة أو القادمة ailemle beraber معاً مع عائلتي Karadeniz turu yapacağız. سنقوم بجولة Karadeniz البحر الأسود. عائشة ومهمت عائشة ومهمت iki ay sonra evlenecekler. سيتزوجون بعد شهرين. فعل evlenmek. Çok hastayım. أنا مريض جدا. Yarın okula gitmeyeceğim. لن أذهب غدا إلى المدرسة. Çok sıkıcı bir roman. قصة مملة جدا. Onu okumayacağım. لن أقرأها. Gelecek hafta sonu في نهاية الأسبوع القادم siz de bizimle أنتم أيضا معنا سينمايا gelecek misiniz؟ هل ستأتون معنا إلى السينما؟ Ne oldu? Hasta mısın? ماذا حدث؟ هل أنت مريض؟ Toplantıya katılmayacak mısın؟ ألن تنضم أو تشارك إلى الاجتماع؟ katılmak الاشتراك أو الانضمام. Üniversiteden mezun olduktan sonra أي بعد التخرج من الجامعة بابام بنا أرابا alacak. أبي سيشتري لي سيارة. 3 gün sonra بعد 3 أيام Eda'nın doğum gününü kutlayacağız. سنبارك لها عيد ميلادها لإيدا. أورادا دانس إديجيز. طبعا تقلب التاء إلى د لوقوعها بين حرفين صوتيين. و باستا ييجيز. أيضا هنا هذه تقلب إلى ي. بن سيزن لا جلمييجيم. چونكو çok işim var. لن آتي معكم لأن لدي الكثير من العمل. Arkadaşınla Süleymaniye'de kuru fasulye yiyecek misin? هل ستأكل الفاصوليا الجافة والتي هي الفاصوليا البيضاء في السليمانية مع صديقك؟ Aşağıdakileri eşleştirelim. لنطابق الموجود أدنى هنا. Ayşe yarın arkadaşı ile buluşacak. عايشة غدا ستلتقي مع صديقتها. بن أكشام أنما أنا في المساء إلى أمي سأقدم المساعدة أو سأساعد أمي المساء. ياردم إديجيم. سيركان إكي هفتة سونرا إسطنبولا جيليجيك. سيأتي إلى إسطنبول بعد أسبوعين سيركان. جيليجيك يل السنة المقبلة tatilde Karadeniz turu yapacağız. سنقوم بي أو سنفعل جولة كارادينيز البحر الأسود في عطلة السنة القادمة. Siz bir yıl sonra İspanya'ya gideceksiniz. ستذهبون إلى إسبانيا بعد سنة. شكرا لكم على حسن متابعتكم لنا. أرجو الاشتراك في القناة عبر الضغط على زر اشتراك الموجود أسفل الفيديو ودمتم في أمان الله.